إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، من يتبع الأخبار ويشاهد مجريات الأحداث لا شك ولا ريب أنه يتبادر إلى ذكر السؤال: لما لا ينصر الله عز وجل المسلمين؟ وما الذي يؤخر نصر الله عز وجل؟ هنا حرب، وهناك بلاء، وهناك مصيبة، وفي تلك البلاد فقر، وهكذا الأمة الإسلامية في ضعف وهوان وذل. لماذا لا ينزعه الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا لا يرفع الله عز وجل هذا البلاء عن الأمة؟ ولماذا يتأخر نصر الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال سؤال طبيعي منطقي يتبادر لكل إنسان يرجو الله عز وجل ويرجو نصرة الله عز وجل ويرجو الخير لأمة الإسلام. والجواب عليه في نقاط مهمة ينبغي على كل عبد مسلم أن يستحضرها، وينبغي على الأمة أن تصدر عنها وتتعامل وفق الأهداف معها. أولها الإيمان بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة في كل شيء، وأن كل ما قدره الله عز وجل مما يسر أو يسوء فإن لله عز وجل حكمة فيه، وهو الحكيم الخبير. والله عز وجل يقول عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. إذا قدر الله عز وجل فهو بحكمة، وإذا قضى فإن قضاءه بخبرة سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فإن النصر مشروط بنصرة الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولقد نصركم الله، النصر من الله سبحانه وتعالى. فإذا خالف المسلمون أمر الله سبحانه وتعالى فأنى ينصرون؟ إذا كان الإنسان يتساهل في أمور الواجبات والفرائض وكان المسلمون متساهلون في هذه الأمور فكيف ينصرون؟ فالأولى بالعلاج هنا أن يعالج الإنسان نفسه، ثم يعالج من حوله من أهل بيته، ثم يدعو الناس إلى أن ينصروا الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى فيهم: إن تنصروا الله ينصركم. ما نصرت الأمة في يوم من الأيام لا بقوة ولا بعتاد ولا بعدة ولا بعدد، وإنما تنصر بنصر الله سبحانه وتعالى. والتاريخ على هذا شاهد من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أما الحكمة الثالثة فهي أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده المؤمنين على التعلق به سبحانه وتعالى دون التعلق بغيره. قد يطير الله عز وجل أمد البلاء، وهذه الإرادة حكمة أمر الله سبحانه وتعالى. ترى الطفل يقتل، وترى المرأة تكون جائعة، وترى كذا، وترى أمور كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى يؤخر هذا الأمر حتى يربي عباده على أن يتعلقوا به سبحانه وتعالى، ويعلم أن النصر يكون من الله سبحانه وتعالى والتوفيق منه سبحانه، وأن هذا النصر له أسباب، منها اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم قتلا شديدا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هنا وقع البلاء، فهزم المسلمون بعدما كانوا منتصرين في أحد لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولما يتبعوا هديا. فكيف ترجو الأمة أن تنصر وهي تخالف وأبناؤها يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا في المظهر ولا في القول ولا في العمل. ونحن هنا نتكلم عن الأغلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. كم من الناس لما يتساهل في الربا تقول له هذا بنك محرم ويتعامل بالربا، الله غفور رحيم. والعينة هي نوع من أنواع الربا، إذا أخذتم العينة والناس يساهلوا اليوم في هذا مثال واحد. ثم نرجو أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى إلى الخلل فينا، وأول من يلام نحن. فإذا رجعنا إلى ما أمرنا الله عز وجل به نصرنا الله سبحانه وتعالى وأعاننا. والله عز وجل يقول عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على هداه. ثم أما بعد، عباد الله، مع ما نقوله وما نراه وما نسمعه من الأحداث يخطي على الإنسان أيضا في نفس الوقت أن يكون مبشرا لا يشاء. التشاؤم ليس للكل بخلق، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ولا الإنسان يبشر الناس، يبشر من حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة في بداية الإسلام واشتكوا له ما يجدونه من أذى المشركين وتقتيلهم وسجنهم وسلبهم أموالهم، قال لهم: ولكنكم قوم تستعجلون. قال: سيتم والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف على غنمه إلا الله أو الذئب، ولكنكم قوم تستعجلون. بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الإنسان في هذه الأزمنة لا سيما التي يكثر فيها البلاء وتكثر فيها المصائب في الأمة أن يبشر، فإن الله عز وجل قادر على أن يغير تدابير الأمور في ليلة وضحاها. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم اللهم برحمتك موتانا، وصلى الله على نبينا محمد.